سهلا بجميع المحاضرين والأساتذة. اليوم راح أفرجيكم طريقة كيف نقدر ناخد الحضور والغياب إلكترونيا. فراح نستخدم جوجل فورمز. فراح أفتح التطبيقات عندي على الإيميل وأفتح من جوجل فورمز من عند الجيميل. طبعا هذا ممكن يكون جيميل خاص فيك، أو إذا المؤسسة التعليمية بتستخدم الجوجل فورمز ممكن تدخل من إيميل المؤسسة، بس كمان هذا موجود لأي شخص بيستخدم الجيميل المجاني. فهون بدي أفتح بلانك، يعني بدي أفتح فورم بلانك، وهون بدي أعطيها عنوان مثلا حضور وغياب. وغياب، وممكن كمان ممكن أحط شو اسم المطاق وشو رقم الشعبة. هون كمان أعمل له كوبي وأعمل له بيست هون على أساس كمان تبين عندي في الملف، في ملفات الجوجل فورمز. تمام. هلا رح نعمل بس سؤال واحد، وهذا السؤال هو رح يكون الطريقة اللي نقدر ناخذ فيها الحضور والغياب بشكل دائم باستخدام هذا الفورم. فهنا رح نختار نوع السؤال Multiple Choice Grid. الكويستشن يعني ممكن مثلا أتركه فاضي، ممكن أحط present or absence، أو مثلا بدي أحط فيها الحضور. هلأ هون في الروز بدي أدخل أسماء الطلبة، مثلا بدخل راح أعطي مثال بس أدخل أسماء الطلاب. اوكي، فهون في الروز بدنا ندخل اسماء الطلبة. هلا هون بدنا ندخل الخيارات اللي بدي اياهم، مثلا حاضر، او غائب، كمان كنت بالضرورة احط اكثر، بس اذا مثلا بدي احط مثلا متأخر، معذور، كمان بقدر احط هاي الاشياء. إذا بس بدي حاضر حاضر وغائب بقدر أحط بس تنين. تمام. هلأ هون بالسيتينجز بدي أتأكد إنه من السيتينجز إنه أعمل بالبرزنتيشن show link to submit another response، يعني إنك بتقدر تعمله أكثر من مرة. وهون ما بدك تعمل limit to one response على أساس إنك تقدر تجاوب أكثر من مرة، وكمان collect email addresses بدك تسكره على أساس كمان تقدر تدخل الحضور والغياب أكثر من مرة. هلأ أنا بدي أدخل الحضور والغياب. كل ما بدي أدخل الحضور والغياب بدي أفتح على forms، راح أفتح على ال document تبعتي، على الفورم تبعتي، وراح أكبس على preview اللي هو العين اللي مبين فوق، فراح أختارها. وهون باخد الحضور والغياب، مثلا الطالب اللي عندي أول حاضر، الطالب الثاني غائب، الطالب الثالث حاضر، بحط submit. تمام. هلأ برجع بفتح هون بشوف هذا الطالب حضر مرة واحدة، هذا الطالب عنده غياب واحد، وهذا الطالب حضر مرة واحدة. فكل ما أعطي محاضرة أو أعطي درس برجع بفتح الملف وبرجع بكبس على preview وبعبي، مثلا الطالب هنا غاب، الطالب هنا حضر، الطالب هنا حضر. برجع هنا آخر شيء وقت ما بدي أشوف مثلاً نهاية الفصل كم غياب الطالب عنده، أو بدي أتبع مع طالب كان غايب كتير، باجي هون بشوف
كل واحد كم غياب عنده كم حضور عنده. فهذا الطالب عنده حاضر مرة واحدة، غائب مرة واحدة، حاضر مرة واحدة، غائب مرة واحدة. هون عنا حاضر مرتين، فبنقدر نشوف كل طالب قديش غاب وقديش حضر محاضرات، وبعملها بهاي الطريقة. كل ما يكون عندي محاضرة أو درس مع الطلاب، وبنحفظ بطريقة إلكترونية وسهل كتير إني أرجعها من خلال مثلاً الجوجل فورمز، أو بقدر أفتحها من الجوجل درايف تبعي. بقدر أفتحها وألاقيها بالجوجل درايف هنا. فهذا هو الطريقة، وكتير سهلة، ويعطيكم ألف عافية.